إذا متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنتواجدوا هنايا بثانوية الناظور الجديدة بطبيعة الحال. هذه الثانوية اللي معروفة على الصعيد الجهة الشرقية، معروفة كذلك أنه مجموعة من الأطر حاليا اللي كاينة في الناظور في مختلف مدن المملكة المغربية أنها قرات هنايا في هذه الثانوية. هذه ثانوية الناظور أو كما يحلو للساكنة ولجميع الطلبة والطالبات المنادد عليها بثانوية النعناع. هذا الثانوية اللي بطبيعة الحال كتشهد هاد اليومين هذه الامتحانات ديال البكالوريا اللي بالنسبة للأدبيين. إذا متتبعي قناة شوف تي في، الموضوع ديالنا ماشي هو أننا نعرفوا بهذه الثانوية، لكن الموضوع ديالنا اليوم هو بطبيعة الحال العملية اللي تنجزات بها الحراسة هنايا. واحد الحراسة اللي كانت هي قوية بهذا الثانوي، بطبيعة الحال الحجز ديال 9 ديال الهواتف الذكية من نوع، يعني بطبيعة الحال بلا ما نذكروا الأسماء ديال هذه الهواتف هذه، يعني شدوا تقريبا 9 ديال الهواتف الذكية، يعني والعدد قابل للارتفاع. يعني واحد الحراسة اللي هي شديدة هنايا كاينة بثانوية الناظور. وبطبيعة الحال كان عندنا لقاء مع مدير ثانوية الناظور سيد عبد الإله، بطبيعة الحال اللي حاول يشرح لنا المسطرة اللي غادي يتخذوها، المسطرة اللي غادي ياخذوها في حق هؤلاء يعني الطلبة والطالبات أو المترشحين والمترشحات. إذا مسطرة قاسية تقدر توصل حتى للسجن إذا ثبت لهذا المترشح بالتعاون ديالو مع احد الصفحات الفيسبوكيه او بطبيعه الحال او تسريب لبعض الاوراق ديال الامتحانات الى غير ذلك. اذا الامور خطيره بطبيعه الحال. متتبعي قناه شوف تي في، ما كناش بغينا نوصلوا لهاد الاجواء، ما كناش بغينا نوصلوا لهاد الاخبار اللي كتوصلنا حاليا، لكن للاسف الشديد المترشحين والمترشحات كان لهم واحد الاتجاه اخر. ما كنقصدش الجميع وما كنهضرش على الجميع، وانما واحد الفئه معينه من التلاميذ والتلميذات ديال ثانويه النعناع هنا. اذا 9 الهواتف، 9 الهواتف اللي حاليا هي في الاداره. بطبيعة الحال صورنا دوك الهواتف وخذينا تصاريح مع الإدارة، غادي إن شاء الله يدوزوا بقناة شوف تي في في الساعات المقبلة. الإجراءات اللي كتتم حاليا أنه التلميذ أو التلميذة إلا شدوا عندهم بطبيعة الحال الهاتف ما تخرجهمش في ديك الساعة، وإنما تخليهم حتى كتجاوز ديك المدة المسموح بها للخروج، عاد تيعطوا له واحد الورقة حمراء كدار في ورقة ديال الامتحانات، ومن بعد كتمشي لواحد اللجنة خاصة في الأكاديمية، ومن بعد تتم المنادات عليهم على هاد الناس هادو. إلى ثبت أنهم سربوا الأوراق يقدروا يتعرضوا حتى للسجن لا قدر الله. بالنسبة كذلك للهواتف والمصير ديالها، واش ترجع للتلامذ ولا ما ترجع لهمش، بطبيعة الحال السيد المدير يعني قال أنه هذا الاختصاص كاين الأكاديمية هي اللي كتعرف واش ترد التليفون ولا ما تردش. طبيعة الحال إجراءات قاسية والإجراءات صارمة. كنتمنى إن شاء الله أنه الأمور تمشي بواحد الشكل عادي، وأن المترشحين ما يتعرضوش لبعض الأشياء اللي ما بغيناهاش. ما بغيناش نشوفوا المترشحين والمترشحات يعني تعانيوا في ولديهم، خاصة الآباء والأمهات ديالهم. إذا متتبعي قناة شوف تي في، 9 ديال الهواتف اللي تشدوا في ثانوية الناظور. طبيعة الحال الحراسة كانت مشددة، وطبيعة الحال اليوم كاينة الفلسفة، والفلسفة هذه المادة للعديد يعني اللي كان تضرب لها ألف حساب وحساب. كنتمنى إن شاء الله أنه جميع المترشحين والمترشحات يدوزوا الامتحانات بشكل عادي. وكنبغيو كذلك نشكروا الاخوان الاداره الاساتذه، وكنتمنوا التوفيق للمترشحين والمترشحات. كذلك كنبغي نشكروا الاخوان ديال القوات المساعده والامن الوطني اللي منذ الساعات الاولى من الصباح هما هنايا من اجل سلامه المترشحين والمترشحات والاساتذه والطاقم الاداري. اذا متتبعي قناه شوف تي في، شكرا لكم على المتابعه. نتلاقاو معكم بعد قليل في واحد البث مباشر اخر من ثانويه ومن مدينه مغربيه اخرى. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.